السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل وحصري، اسمع هذا المباشر، هذا بث مباشر، واسمع الخيانة الداخلية وهي من أجل إسقاط الجزائر وبالماضي مع التعاون مع لجع. طبعا دائما أقول الخيانة الداخلية دائما تكون أكبر من الخيانة الخارجية. اسمعوا وأخذ آراءكم في التعليقات اللي تحت الفيديو. لا تنسوا اخواني واخواتي وضع اللايك والاشتراك حتى يصلكم كل ما هو جديد. اسمعوا هذا الحوار، هيا بنا. نحييكم في الجزء الثالث من برنامج احكي بارون. الحديث الان ما تعلق بالفار، فالاستقالات مستمره. اخر استقاله كانت من طرف رئيسه اللجنه الماليه بالفار في حديث ربما عن عدم وجود الاموال، عدم تلقي الاجور لعمال الاتحاديه، وماذا يحدث طبعا في اتحاديه غائبه برئيسها باعضائها، والتازم الوضع لا زال قائما. السيد عبد المجيد يحيى، اتحاديه اللي عندها عام فقط، هذا هو الثامن تعيينه. اولا احنا رئيس الفيدراليه هذا ما نعرفوش وما يعرفناش. انت كنت رئيس لجنه الترشيحات؟ هي ما نعرفوش. صح صح. رئيس الفيدراليه لما يجي يروح يعرف لي زاكتور اللي راح يخدم معاهم. صح، احنا ما عرفناش لي بريزيدونت كلوب، ما عرفش لي ليد. كل ما صالح سي عبد المجيد، كل ما صالح. وي نعرفك لسان صريح، بيان سير، مشاوي حر. ايه كل صراحه، انت كنت رئيس لجنه الترشيحات. ايه كانت في اسماء راح تترشح بكل صراحه. ايه وبعدها جاء شرف الدين عماره سيتم تعيينه على رئيس اتحاديه. ايه هل رن الهاتف وتم اجباركم على ان هذا الرجل هو رئيس اتحاديه الجزائريه المقبله للتاريخ؟ انا خاطف، انا رفضت. ومسجله. باللي رافض باش ما عندوش، ما توفرش فيه الشروط باش يكون مترشح لرئاسه فيدراليه كره القدم. صحيح. انا ما اهدرش على الثقافه تاعو لا امور. صحيح. صحيح. ولكن كاين دي كريتير ديال ليجيبيليتي ما توفرش فيه. صحيت. بون حتموه، انا ما من اللي معايا. انت واحد ما عيط لك؟ لا انا ما يخدروش يعيطوا. على بالهم. صحيت. لي ممبر اللي معايا خدموه. صحيت. راه وصلنا لا ديسيزيون، قلنا وحنا درنا بالقانون الداخلي تاعنا باللي كي ما يكونش حاجه نتوافقوا بالانتخاب. صحيت. دونك فوتوا في اربعه ضدي باللي يقبلوا لا كونديداتير. شكون اللي كانوا معك؟ كان معايا بريزيدون تاع بليده مشبح. صح مشبح. ودو بريزيدون د ليك، واحد تاع شلف واحد تاع تيباز. صح. في اربعه كي وصلت كوم سي حمري ديجا تاع حمري تاع تيباز. حمري تاع تيباز كي سي كي حلينا كوم سي تي بريبار. هما كانوا عن قناعه ولا شكل؟ لا هما جاوا الهاتف. وانا نقول لك حتى اللي قال لي التاريخ مش واحد يضحك. عيط لي فلان واحد. قال لي عيط لي فلان واحد. المهم على بالي باللي عيطوا لهم، مي انا جي با اكسبتي. قلت لهم نسجلوا كلش، كل واحد تسجل عليه، لان ما المؤسسه الرياضيه ماهيش مؤسسه تجاريه. صحيت. يقول لك يكون عنده خمس سنين في مؤسسه. سي تري كلير، ما فيهاش نقاش. يعني انت انا رفضت التاريخ هذا التعيين. ايوه تعيين. انا كنت حاضر يوم تعيينه في شهر رمضان سي عبد المجيد. من بعد جا كونديدا يونيك. طبعا اخواني احنا لسه ما خلصناش، ان شاء الله احنا مكملين. اسمعوا هذا الحوار. دونك عندنا كاين دي ممبر ايجالمون اللي رفضناهم. كنا متوافقين في خمسه. من بعد لا كوميسيون دو ريكور رجعتهم. صح. اما الحاله تاع اليوم رئيس الفيدراليه من بعد ما النكسه تاع لا كوب دي موند. وانا على تحميله الى المسؤوليه. اي كان يجيك إلى ديميسيوني ما عنده حتى مسؤولية على في الإقصاء. صحيح. هذه لازم يكون نعطيه حقه. ما سكلف بالفريق الوطني لا في لاكوب دلافريك لا في لاكوب جيمون. خضرة فوق عشاء. دابور إن ميم با دو موندين عندوش حق يطلب للمدرب يعطيه البيلون والله يتكلم معاه. صح. تسمى ليكيب ناسيونال اللي جيري بار دوتر بيرسون. الماتش تاع الكاميرون
يتحاسب عليه بزاف. ولي نظموا ولي نظموا اليوم بصح خرجوا الجماعة اليوم خرجوا الجماعة حلوا الربط. رجل المرحلة القادمة، الرجل الموقد، الرجل الذي تألم من روروة. ريحونا ريحونا من الطريق. صندوق هو الفيصل. اسمع سمح لي يما تفضل. كيف هو كي روروة؟ اسمح لي كيف هو كي روروة؟ ما ينساوش العار تاع مقابلة الخروب وعين في كرون، وهو هو المعلم. صحيت. هذا يجي راح يعطي لك. شوف انا ماذا بيا هذو كل كان رضي كان في المشاهده سي جلال. لا انني بامكانك الرد على ما جاء على لسان عبد المجيد الداعي وحتى الاربعه اللي كانوا مع سي عبد المجيد الداعي رئيس مجلس الترجيحات الموسم الماضي. نعطوكم حق الرد والباب المفتوح للجامع ان كانت شجاعه طبعا في الرد. انا سي انا سي عماره تفضل نهار الاول كي ديميسيونا جولي ابروفي وبيعت له. صحيت. ما نجمتيش بطل. صحيت. حتى يقول لك ما نجمتيش. لا مي ساتيس باس بطل جوسكو لا انا صرفت به. راح للمكتب الفيدرالي تاعو وقدم الاستقاله. وراحوا جماعيا. يا جماعيا يا وحده. نورمالمون يتبعوه باسكو اون ليست. كاينه اون ليست البريزيدون. دونك هو من بعد. طبعا انتوا زي ما انتوا سمعتوا لسه تكمله الحوار كبير جدا، يعني احنا لسه في تكمله بيكملوا فيه. ويا رب بس يكون اهم شيء انه يكون الصوت بس واضح. اهم شيء يا رب انه يكون الصوت واضح علشان نكمل هذا الحوار. انا زي ما انا بحكي دايما بحكي لكم اخواني انه دائما انه الخيانه الداخليه اقوى من الخارجيه. يلا نكمل مع بعض. عاود تراجع قال حقي حقي انا نديميسيوني في لاسومبلي جينيرال ومن بعد زاد قال الاطراف اللي نصحاتو باش يتراجع على بالنا حتى في الاطراف كاين دي جورناليست كاين ان بو دو تو اللي قالوا له نو 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 حد مي قانونيا ما عندوش حق ديميسيوني يتراجع. كان اذا تحب ديميسيوني سينو تي كونفوك لاسومبلي جينيرال تي بريزونت تا ديميسيون les excuses على راك بطل وما تاش هكذا ما دام وين هو بطل ومن بعد ما بطلش ومن بعد زاد بطل ومن بعد زاد الى ديميسيون وتنحيته في تصريحاته قال تنحيته سيد ابو المجد تنحى والله ما تنحى اخر تصريح له في مباراه في المنتخب الاولمبي ضد المنتخب الاسلامي الشقيق قال تنحيته هو دار ديميسيون. صحيح. هذيك لا ديميسيون كتبها ومدار سكرتير جينيرال. سكرتير جينيرال a acté la démission تاعو الى نوتي كتب في كتب بي في تاع البي في باللي البريزيدون دي لور كتبت في البي في اللي ديميسيون ما تقدر تقول لي من بعد يولي اختصاصي يجيك السكرتير جينيرال يقول باللي هاي لاسومبلي جينيرال جي دو اللي راح يديروا فيها لي تكست لي ستاتي اكستراوردينير. صحة بيشي تشوفها بانه كانت خاطئة من طرف خاطئة ما عندوش قوانين سي عبد المجيد ما عندوش غير قانوني لأنما لا 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 غير قانوني غير قانون وراح يديروا في الديرة اللي راح يديروا فمي دوك تعتب لو بيرو مورا لي فينونسي فول فير باس لو بيرو لو بيرو غير ويساوي بعدو اللي نحاهم شرطي العمارة هل من الناحية القانونية عندهم حق يعاودوا يقولوا ما ولاوش طبعا خاصهم مقصين الاخر الدلاليك تاعو الاخر راهو في دارو هذا مقصين مي لو بيرو فيدرال لو بي با سي جي الاقصى القانوني تاعهم كان اقصى القانوني فعلا هذه كارثه لا تصدق فعلا كارثه لا تصدق في فضيحة كرة القدم الجزائرية خيانة لإسقاط الجزائر طبعا وإسقاط بالماضي وطبعا هذه خيانة على أنه يتم إقصاء الجزائر بالتعاون مع الأبجع. نكمل يلا بينا نكمل نشوف الحوار يلا نكمل هذا الكلام هذا المباشر. طبعا هذا كان على الهواء مباشرة تمام. كان الأمين العام جمعية ما يقدرش ينظم جمعية عامة مفيش اجتحادية السكرتير جينيرال كونفوكي تمام. بنكمل برضو في بعض الكلمات احنا بنحاول انه ما نسجلهاش يعني ان شاء الله نرجع بتكملتها الان
ثواني لأنه في بعض الكلمات بنحاول إنه إحنا نتلاشاها. On a invité la commission de candidature, صح, à siéger et à convoquer une AG élective. Dans le mois qui suit, on l'avait jour, c'est entre temps, entre Valérie, on ensemble une date avec le MGS, bien sûr. برضو شوية كلمات ونرجع برضو بنكمل. تمام حالا نرجع ونكمل لأنه إذا كان يا باكسا لا فيدراسيون بلوكي الكلاب سون بلوكي المنازعات غير موجودة. بنكمل كمان مرة زي ما أنا حكيت لكم في بعض الكلمات بنحاول إحنا ما نخليهاش في البث تبعنا. طيب مكملين برضو نكمل يلا مع بعض زي ما انا قلت لكم احنا بنحاول انه نقص بعض الكلمات لانه الكلام كثير جدا. طبعا هذا كان على الهواء مباشرة. يلا نكمل تكملته. تمام حالا نخليكم معاي نكمل هذا الحوار المباشر. كان زي ما انا قلت لكم انه هذا كان مباشر وفي بعض الكلمات بنحاول احنا نقصها. وزارة عندها مسافيس دي سبورت صح تطبق القوانين المعمول بها ولا كوميسيون تربية داتا دو كونديداتور الي بور ان مو. برضه هنا بعض الكلمات ننتظر ثواني ونرجع برضو بنكمل هذا البث. نعم او ماهوش بور هذيك الانتخابات اي بور لو موندا تكمل هذه العهده اللي هي مي درك للوزاره. طيب بس اهم شيء يا رب انه يكون الصوت واضح. طبعا اهم شيء لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناه خلي الكل يسمع هذا البث مع بعض ان شاء الله مكملين برضو. اسمعوا هذا الحوار للاخر. ثواني واحنا ان شاء الله زي ما انتم شايفين هو زي ما انا قلت لكم انا في بعض الكلمات بحاول اني انا ما نخلص في الباب مينيموم كاجو هما فيك سوا على الاستاذ وانت علاهم حابين يديروا هكذا بخلال صراحة الدبيش انت واش فهمتها؟ صراحة الدبيش غير قانون صح غير تمام. زي ما قلت لكم كلمات احنا بنشيلها عشان تعرفين اليوتيوب بيحضر منها. يقول لك البريزيدون فيدراسيون يدير ايماجي مادام ديميسيون والبيلو مورالي في نوسي ما يعديش مادام البيلو هو فقط. هسه نرجع برضو بنكمل هو عليه ولي ستاتو ما يعديوش هذو كل لازم لهم البريزيدون فيدراسيون لو بو ديليبيري صح خلاص الى بيردي انت واش فهمت في التصريحات فهمت بلي انه في التمهيد لشخص قد يكون رئيس سابق هما راهم يبلوروا عندهم ان كونديدا ولا عندهم ان ايكيب راهم يبلورونها والاخر كيما بهلول هاو اعلن الترشيح تاعو صح وحنا رانا نوبسيرفي ولاد هذوما حنا على بالناش حنا نوبسيرفي وبتات رحنا بعد ندخلوا هذيك ايكيب حقكم ولا شوفوا شكون اللي فيه خير كره القدم انا ما نشوفوش الا الاسامي انا جاك عندي من الجانب كما صراحه انا فيه جزء سيرتور في بعض يا رئيس مكاش رئيس اتحاديه وكذا راه ما راهش تخدم كره القدم نتحدى
تحكوا على تحكوا على المنتخب ولا ونسينا ماما ونيفو دي كلوب كما قلت انت مش تفتح لنا طاوله تاع الميكانيزم. كمل على ما نشوفوش الاسم من اللاعبين السابقين الدوليين المنتخب الوطني ترشح لرئاسه اتحاديه موجوده في الكاميرون في كوت ديفوار في تشاد في الصومالي في الجزائر لاعب سابق ما عندوش درويش مصطفى وين جاك ليها انا في لاسومبلي اللي عدات قلت لهم إذا كان نحسوا في القوانين ونتاكو صح سيليا لانتيريد لاتشيني بارك الله فيك يجيبونا السومي تيجي فوتبول وين نحسوا القوانين صح قول لانتيريد جنرال أتمنى أميرك شوف كمان إذا أنت بوزيت لي لا كيسيون قلت لي علاش ما نجيبوش أونسيان جوال أنا نجيب أونسيان جوال أنا نهضر ما نهضرش أونسيان جوال أنا نهضر بلا لا كومبيتونس علاش أنا كومبيتونس يعني في أونسيان جوال هذا لي أونسيان جوال هذو ما كان حتى واحد كومبيتونس لا ما فهمتيش لا أنت كتجي بعض المرات وقول لك بدها تكون عندك الكفاءة والرزكة والشهادات نعم ولكن ما لاش نرجعوا من اللاعب السابق شو اللاعب ما عنده لا مستوى لا كاين اللي عنده مستوى كاينين لاعبين عندهم مستوى للاسف مصطفى وائل عنده مستوى مصطفى وائل للاسف هاد اللاعبين ما يتعرض كان يحشموا كان يخافوا وكان على باله بلي ما يجوش يعرفوا كيما يقولوا باللغه الفرنسيه بلي لا فيدراسيون سي ايطاليا كرا دخل ديك القطعه هذيك كاين دي كومبيتونس لي زونسيان جوار كاين بوكو دو كومبيتونس كاين بزاف اللي عندهم مستوى عالي كاين بزاف اللي قراو كاين داروا الجامعه كاين اللي لحقوا ان ستاد كوميم ما يجيوش يا اخي تحب نقول لك انا حبيت نتحدث على تصدق في الوضع هذا اللي راه فيه اللي راه فيه الاتحاديه انا ما نكذبش عليك انا جان كريمين توت سويت جان كريم بلوتو ماكوزي لي مومبر دو لاسومبلي جينيرال لي مومبر دو لاسومبلي جينيرال لي يقبلوا جو لو دي تو هو يقبلوا يجيبوا لهم واحد دي باراشيتي واحد يرفدوا يديهم ويقولوا كامل اسمح لي باش نتفاهموا مليح ما رانيش نتكلم على كل اعضاء المسخ الاغلبيه السائقه يقبلوا كلش يقبلوا كلش اشاك فوا يجيبوا لهم واحد دي باراشيتي واحد ينسوا داكو لا في لا في ليلة الانتخابات مع هذا غدوة من ذاك يصوني تليفون كيما قلت يرن الهاتف يعاود يدور يبدل الفيستا إذا كان الوضعية تاع الاتحادية راهي اليوم أعضاء الجمعية العامة هما اللي يتحملوا المسؤولية سيد عبد المجيد يحيى سيد عبد المجيد يحيى هذا هو الإشكال اليوم هي في تركيبة الجمعية العامة وكفانا ارقد يا وليدي أو جي الغول كفانا هذه الكلمة وكفانا دخلتوا لنا اسم بالإعاز نبات الإعلاميين هذا صوروا عليهم عيبوا عليهم كان خلاص ما فيهاش نقاش ما في بعض المرات كلام كذب وهراء لا أقل ولا أكثر لأن الدولة عندها أمور أخرى ما هي كلمة اتحادية رئيس اتحادية كرة قدم سيد مجدي هل اليوم سنشاهد ثورة في تركيبة الجمعية العامة؟ شو سي كمال أو تغييرات أنا توجور جي ديفوندو باللي لاسومبلي جينيرال لو ريفلت با لا رياليتي دو لا كومبيتونس ضاربي يا شيخ ماشي للجمعية العامة صح ما فيهاش شخصيات ما تمثلش في فيزاج تاع الفوتبولار الجزائري لي كومبيتونس كي كان جيرسي راورا هو البرومي موندا صحيت لاسومبلي سي لي كوليج سي لي كوليج كوليج انترينور كوليج فوتبول اماتور سي دي كوليج كي سون ريبريزونتي صح كوليج اي ليغ ما فين ما يجيوش سي كونتوي ليغ يجي غير لو نومبر دو لي ريبريزونتون ليغ ما فين يجيب لي ليغ ريجيونال لي ريبريزونتون دو لا بريس سبورتيف سي ان كوليج من بعد راو راو كالكولي كيفاش باش يبقى 20 سنه كيفاش يدير على 5 عدات ضد الجمعيه العامه اونيكمون او ليغ ولايه اي لي بريزيدون دو كلوب دو ديفيزيون 1 وافقت ا سو مومون يعقب واش يحب هذه الحلقة فيما سبقكم كسابقة صديقة شوف تكون كسابقة إذا كدرناها بنفس الجمعية العامة بصح ينسوا الوجوه اللي تترشى ويسوا مين هما ما كاينش راه يعطي لي من لينكس كون يجيك عطي لي من لينكس من يغير هذه القوانين الوزارة الوزارة كنت مقرب الإعلام تعديلات صحيح جو تروف يعني انا باللي عنده الحق قال لك انا في الجمعيه العامه ما صبت باغ اكزومبل ما صبت واحد ان اكسبير باغ اكزومبل اون ميدسين ما صبتش ان اكسبير
en comptabilité, ma charge des compétences. Il دخل في لي ستاتيو تاع لا فيدراسيون حب يدخل ناس خمسه من برا يجيبون هو قبلولوش كل واحد بيان سور ما يقبلولوش بيان سور ما يقبلولوش باسكو مدخلين سامحني باسكو مدخلين دي كومبيتونس دونك كاين بزاف عباد اللي يروحوا لا دوش هذيك القوانين اللي دارها زوتشي باش يقدمها لاسومبلي جينيرال اللي نورمالمون هي اللي تصادق عليها ديجا كنا احنا اليوم نهضروا على لاسومبلي جينيرال الجديده هذوك كيجا ساره في الدين عاودوا درسوهم ونحاول دي تكس اللي كان تريد حتى الحيط كان زيد زوجي كان خطا ان شوف بيسير بيسير وجد لك شي تنحيته يا ولدي حنا نعاقبوا اللي ينجح نعاقبوا شي الناس حيت نطلع حقه لا اسمح لي اسمح لي التاريخ يا زوجي مثل ما تحدثت على روعه والتاريخ واعطيته مزايا الرجل فلي خردين زوجي ايضا مزايا ما لازمش واحد يكرهها هل نقولوا المنعرض كانت في تنحيه خردين زوجي سيتي لاكاسيون تاع ليكيب ناسيونال تاع الناخب الوطني تاع الاتحاديه تاع المنظومه رغم ان اتحاديات ايضا ما تعلق بقانون المنافسه ايضا وقعت في اخطاء يا سيد خيرزي هذه الاخطاء التي عجلت برحيل فرق عريقه وكبيره كاين الاقسام لا 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 كاين اكيد اكيد حتى لو حقا زيد كاين كاين غلطات صح بصح اون تيرم دو كومبيتونس كاين حاجه دائما نقولها دائما نقولها و سي ما بروفوند كونفيكسيون صح زوتشي خير دين زوتشي ا ريوسي و توت لالجيري ا ايشوي دار فريق من والو دار فريق ونجح بيان سير يفالي با انا مصطفى واش قال وزيد ما كانت لا كومبليسيتي بين زوتشي وبالماضي عباك لو كورو سا باس سكي عاد خلي في السيرفيسز بارك الله فيك عباك انت كي تطيح مع رئيس نادي وخرج